ولد الحسين وعين احمد ملؤها فرح وحزن بالوليد الاكمل ريحانه المختار تغمر قلبه يُمْنًا بمولد سبطه المتامل سلام الله عليكم مشاهدينا الاكارم ومبارك علينا وعليكم حلول شهر شعبان الاغر ومواليد الاطهار سلام الله عليهم اقمار ال الرسول واسعد الله ايامنا وايامكم بذكرى مولد الامام الحسين سلام الله عليه عزيز قلب الرسول وامير المؤمنين والبتول انا واياكم في هذه الحلقه الخاصه ومعي فضيله الشيخ داخل النوري اهلا وسهلا بكم حياكم الله واسعد الله ايامنا وايامكم بهذه الذكرى الله العطره واياكم وايامكم أيام المؤمنين جميعا أيام بهذه الذكرى العطره من الله علينا سبحانه وتعالى مره اخرى بطاهر من الاطهار وولي من الاولياء الا وهو الامام الحسين عليه السلام ليكون بابا لنا اخر للشفاعه نلتمس من الله سبحانه وتعالى شفاعه الامام الحسين عليه السلام. فضيله الشيخ لكل وليد من اولاد الانبياء وحتى الانبياء خصوصيه معينه يمتاز بها فما هي خصوصيه الامام الحسين عليه السلام عند ولادته او قد نتطرق الى ما قبل ذلك. احسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى بيته الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نغتنم هذه الفرصة بتواجدنا معكم لنرفع أزكى آيات التهنئة إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان أجر الله تعالى فرجه الشريف وللأمة الإسلامية جمعاء وإلى مراجع الدين العظام ولإخواننا المؤمنين بحلول ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام وباقي الأئمة عليهم السلام في هذا الشهر الفضيل حقيقة ولادة الإمام الحسين عليه السلام كانت ولاده استثنائيه طبعا الاخبار التي وردت في ولاده الامام عليه السلام جمله من الاخبار وفيها اختلاف من ناحيه التاريخ الشهر وحتى السنه ايضا ورد لكن ربما اشهر الروايات التي وردت ان ولادته عليه السلام كانت في الثالث من شعبان في السنه الرابعه من الهجره في يوم الخميس طبعا كما قلنا هناك روايات ان في اوقات اخرى في السنه الثالثه في شهر ربيع او في شهر شعبان رمضان او روايات اخرى لكن الاشهر هو هذا التاريخ فكانت ولادتي عليه السلام في بعض الاخبار انه في شعبان في منتصف او منتصف رمضان اخر ربيع <applause> فكانت هذه الاخبار بهذا الامر الميزه التي تميز بها الامام عليه السلام بولادته في بعض الروايات انه ولد لسته اشهر ولم يولد قبله الا يحيى وعاش يعني لم يولد لسته اشهر ويعيش الا يحيى ابن زكريا <applause> ايه نعم شابه في هذه الصفة اه رافقته أيضا ميزة أخرى ربما هي أنه ولادة الإمام عليه السلام كانت اه كأن خبر مقتل الإمام قد سبق ولادته أنه يولد عندك جبرائيل أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأنه سيولد لك ولد يقتل في أرض يقال لها كربلاء طبعا هذه قضية ذكر كربلاء وردت في عدة موارد وفي مواطن متعدده واوقات متعدده انه الامام عليه السلام النبي صلى الله عليه واله ذكر الامام الحسين في عدة مواطن وعده اوقات. وهذا يبرر <applause> عندما كان الرسول عندما يذكر الامام الحسين عليه السلام يستعبر بالتالي حتى في مولده سلام الله عليه كانت العبره موجوده. نعم لذلك انه لما ولد الامام عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى أسماء بنت عميس قال اتيني بابني فأتته بالحسين عليه السلام وهو ملفوف بخرقة بيضاء فأخذه وضمه وأذنه في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ثم ضمه اليه ثم بكى فاستغربت حقيقه انه الناس عاده تفرح بمجيء المولود لها كيف انه غريب يبكي. واحد يبكي موقف استغربته خاصه أسمع. رسول الله هذا وهو رسول شخص. الله لا ينطق عن الهوى قالت مما بكاك بابي انت وامي يا رسول الله مما بكاؤك قال من هذا الوليد قالت كيف وهو قال سيقتل قالت كيف وهو مولود في هذه الساعة وليد هذه الساعة قال ستقتله الأمة الباغية بعدي لا أنا لهم الله في شفاعتي يوم القيامة يعني دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة دعا عليه تلك الأمة التي تقتل الإمام عليه السلام كما قلنا أن ذكر شهادة الإمام في عدة مواطن حتى قبل ولادة الإمام كانت بعض الروايات تذكر ان جبرائيل كان يخبر النبي صلى الله عليه واله بشهاده الامام عليه. وكانما خصوصيه العوره ملازمه للامام الحسين عليه السلام حتى في ولادته وما قبل ذلك. احسنتم التفاته لطيفه، نعم كانه انا قتي... ما ذكر المؤمن الا بكى، سبحان الله فاذا المؤمن فكيف النبي؟ اذا كان المؤمن يذكر الامام ويبكي فكيف النبي صلى الله عليه و... وايضا امر اخر ان ربما الاحداث التي تجري في كربلاء نحن قد اخبرنا عن عنها في حين لعل المعصوم يشاهدها مشاهده العين مشاهده العين لا. اي فهذا يختلف قضيه مشاهده المعصوم لذلك الامام الحجه في الاخبار انه يبكي دما لانه يعاين حقيقه الموقف بعين البصيره لا أبكي أن عليك بدل الدموع نعم احسنتم فالقضيه انه نحن بالإخبار وكثير من المؤمنين تجري دمعته مجرد الخبر وليس كل الخبر جزء من الخبر وجزء مما حدث في كربلاء ويبكي فكيف لو عاين بعينه فالقضية أنه الإمام عليه السلام كما تفضلتم أنه منذ ولادته قد رافقته أن من يذكره أو من يراه تجري دموع عينيه إذا ذكر ما يجري على الامام عليه السلام. فضيلة الشيخ عادة رسول الله صلى الله عليه واله يكون مهتم بتسمية ابنائه واحفاده تسمية الامام الحسين عليه السلام كيف كانت ويعني كيف خطرت على بال الرسول هذا الاسم اللي يعتبر غريب في ذلك الوقت؟ نعم تسمية الامام في الروايات ان رسول الله صلى الله عليه واله سال امير المؤمنين هل سميته؟ قال ما كنت لاسبقك يا رسول الله هاي الأخلاق والاداب يعني. نعم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً انتظر لم يسمه انتظر أمر الله سبحانه وتعالى حتى جاء جبرائيل خبر لعله في شيء لا يسع المجال قال سمه حسينًا كأنه نعم. شبر كذا على إيه هذا الكلام هارون كأن أبنى هارون, أبنى هارون المهم فقال سمه حسينًا نعم فسماه الإمام النبي صلى الله عليه وسلم حسينًا لا بأس إذا تسمحون إنه نشير إلى قضية الأسماء خاصة يعني في مجتمعاتنا الإسلامية بصورة عامة أنه للأسف الشديد ربما في بعض المجتمعات صار نوع من العزوف عن هذه الأسماء الجميلة الأسماء اللطيفة الأسماء المباركة في الروايات أن اسم محمد في الدار يجلب البركة اسم أسماء باقي الأسماء لأسماء المعصومين فهذا للاسف الشديد يعني في بعض البلدان اشبه بنوع من العزوف والهجره من هذه الاسماء فاخذ بعضهم يسمي على اسم مثلا لاعب كره مثلا اسماء اجنبيه اسماء غريبه أجنبي أسماء مثلاً ممثل او معاذ الله مغني او وهكذا لعله اطلعت على يعني خبر في احدى البلدان الاسلاميه لا اذكر اسمها أن في منطقة أو في العاصمة ربما في فترة معينة خمسين بالمئة من الأسماء التي أحصاها هناك ظهر تقرير أو بحث خمسين من الأسماء التي وجدوها هي باسم ممثل وممثلة كان في ذلك الوقت فد مسلسل يعرض على اسم الممثل وممثلة خمس كأنه ما يقارب الخمسين بالمئة من الأسماء على اسم هؤلاء الانتفاضة لطيفة من جنابكم يعني. يعني القضية مع شديد الأسف أنه الناس ربما بعض الناس يتبارون في أن يجد لابنه أو بنته اسماً كأنه لم يسبقه إليه أحد اسماً غريباً أو اسماً أه شيء من الـ الـ الندرة أه فيسميه لماذا لا؟ راغبه كأنه هو في حين أنه في الروايات أن بعض الأسماء ربما هذه التي بعض الأخوة يسمي بها قد تكون معانيها الحقيقية ليست مقبولة أو ربما معاني مستهجنة أحيانا ظاهر الاسم شكل لكن معناه قد يكون مستهجن أو غير لطيف أو في حين أن هذه الأسماء محببة وأيضا في نفس الوقت تجلب البركة ونحن, ونحن مجتمع مسلم ونحن نطلب البركة أينما توجد فالمفروض انه الانسان المؤمن المسلم ان يسعى الى يلتفتون القضيه بالتقلية. ابنائه باسماء محبه الله يحبها والنبي يحبها فهذا الامر نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الاخوه طبعا هذه التفاته جدا لطيفه من فضيله الشيخ على انه بالفتره الاخيره بالاونه الاخيره صار الناس يعزفون عن اسماء اهل البيت والاسماء الصالحه الاسماء العربية، الاسماء المباركة، إلى أسماء غريبة ومستهجنة وأسماء قد تكون ذات معاني سيئة أو أسماء قد تكون تشير إلى شخصية معينة كما قال فضيلة الشيخ لاعب أو مغني أو ممثل، لكن كم هو جميل اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأسماء الأنبياء والأولياء والصالحين. مشاهدينا الكرام، طبعا يجب أن نأخذ فاصل ونعود لكم، فابقوا معنا. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، واسعد الله ايامكم مره اخرى بذكرى مولد الامام الحسين عليه السلام. ما زال الحديث قائما عن جوانب من شخصيه واحداث تخص الامام الحسين سلام الله عليه منذ ولادته وما قبلها وما بعدها. نكمل الحديث مع فضيله الشيخ. تطرقنا الى جوانب منها التسميه وخصوصيات الامام الحسين عليه السلام عند ولادته. جيد نتطرق إلى بعض جوانب فيما بعد ما بعد الولادة وجوانب عندما كان رجلا بالغا مسنا كبيرا زعيما قائدا للأمة الإسلامية نأخذ جانب السخاء ورد في الرواية على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للزهراء واما الحسن فانحلته هيبتي وسؤددي، واما الحسين فانحلته سخائي وشجاعتي، بين لنا جوانب من سخاء الامام الحسين عليه السلام. نعم احسنت. نعم الامام عليه السلام كانت في حياته عده جوانب منها ايضا كان جانب السخاء، لعله ايضا ربما كان في كثير من الاحيان كان تركيز التركيز في بعض الاخبار عن كرم الامام الحسن كرم الامام الحسن نعم لكن هذا لا يعني ان الحسين عليه السلام لم يكن كريما نعم هو كاخيه الامام الحسن وكابيهما امير المؤمنين كل اهل البيت سلام الله عليهم اهل كرم نعم كل اهل البيت لكن ربما الاخبار الاكثر التي كانت يركز عليها عن كرم الامام الحسن عليه السلام السلام نعم كان الإمام عليه السلام كريما وكان سخيا ربما لا يسع المجال نذكر بعض أو بعض ما ورد ربما كثير ولكن نذكر بعضا منه أول قضية أن الإمام سلام الله عليه كان يتصدق على الفقراء بالسر ليلا في الليلة الظلماء كان يحمل جرابا على عاتقه كعادة أبيه وأخيه ويدور على أبواب الفقراء. طبعا على الرواية عن الإمام السجاد أيضا لكن الإمام الحسين أيضا كان كذلك أنه ليلا كان يحمل جرابا فيه الطعام والمال ويوزعها على على المحتاجين وعلى الفقراء وأيضا كان عن صدقة سر أو إنفاق سر نعم. هذا جانب احد الجوانب جانب اخر انه حتى مع من لم يكن موافقا له في التوجه مثلا كان اسامه بن زيد لم يكن مع امير المؤمنين عليه السلام ولم يبايعه بالخلافه فكان في خط اخر لكن مع ذلك لما كان على اسامه زيد تبرع الامام عليه السلام بسداد دين اسامه اذكر الحادث انه عند وفاته كان عليه دين كان عليه دين فلم يقم الامام من مقامه حتى قضى دينه هذا موقف موقف من ايضا من جانب الكرم والسخاء انه في يوم من الايام كان معه انس فجاءت احدى جواريه فحيته بطاقه ريحان هي جاريه عنده تحيي سيدها يعني شيء جميل الان استحضرني ان النظر الروايه ان النظر الى العالم عباده. فكيف اذا كان النظر الى الامام عليه السلام وايضا الامام انه معروف بالجمال ايضا. فكيف النظر الى الامام؟ يعني الانسان مجرد انه يمتع نظره بنظره الى هذا الامام او في الروايات النظر الى الوالدين عباده. لكن كيف النظرة إلى الإمام فهذه الجارية جاءت إلى الإمام وهي جاريته فحيته بطاقة ريحان لعله كانت مجرد أن ترى الإمام تسلم على الإمام لأنه نحن للأسف لم لم نحظى فرصة اللقاء المعصوم يعني كثير منا يتمنى مثلا مجالسة العالم يعني هذا أمل عند كثير من المؤمنين أنه يجالس عالم فكيف إذا كان الإمام المعصوم حقيقة يعني قضية أنه ربما جانب أنه المحادثة غير الجانب الغيب اللي هو جانب البركة أن المعصوم تحف به الملائكة أن المعصوم ممكن أن أبواب السماء مفتوحة عند المجالسة المعصوم الإنسان يدعو أو يطلب من المعصوم يدعو له وغير من نحن الأمور. نعتقد أنه قبور إيه؟ الآن السلام عليهم محط البركه ومهبط ملائكة يعني فكيف, فكيف يعني اذا المعصوم موجود وجه وتطلب منه الدعاء ويدعو لك ويرحب بك وما الى ذلك من الامور فجاءت هذه الجاريه فحيت الامام عليه السلام بطاقه ريحان يعني فد قبضه مثلا او كذا فالامام مجرد ان حيته بها اعتقها في ذلك الزمان طبعا الجاريه لها قيمه ليست كما نتصور الان يعني جاريه مجرد يعني اليوم مثلا كما اليوم في قيمة دار او قيمة منزل سيارة او قيمة فشيء لا ليس باليسير حتى انه الانسان يعتق المملوك، لكن الامام مجرد هذه فاستغرب انس قال تحييك بطاقة ريحان وتعتقها؟ قال كذا ادبنا الله الامام عليه السلام شلون النبي كان ادبني ربي فاحسن تاديبي فالامام عليه السلام كذا ادبنا الله وقرا الايه واذا حييتم بتحيه فاحيوا باحسن منها او ردوها فهذا ايضا جانب لعله لا يعني يسع المجال نختم بهذا الخبر او القصه ان احد الناس جاء الامام عليه السلام فقدم له شيئا من الشعر يعني كأنه حاجته جعلها شعرا كأنه لم يخب الآن من رجاك وحرك من دون بابك الحلقة أنت جواد أنت معتمد أبوك قد كان قاتل الفسقة مجرد أن لم يقل الإمام فعرف الإمام أنه بحاجه فسأل قنبر قال كم عندنا من المال قال لم يبقى إلا مائتا درهم وقد أمرتنا أن أنفقها في عيالك قال لا هاتها فأخذها الإمام وأعطاها لهذا الإنسان عجيب هو هذا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا الكرم الحقيقي يعني أنت تعطي وأنت محتاج ليس فقط الكرم. هذا بل أن الإمام أجابه بأبيات فيها شيء من الأسف والاعتذار من هذا السائل مع أنه أكرم في ذلك الزمان طبعا الدرهم ليس شيئا يسيرا كما يذكر ربما الدرهم ربما يعني كان أجرة لعله أجرة عدد من العمال ثلاثة أربعة خمسة أجر اليوم يعني أجر اليومية لمجموعة الدرهم الواحد يعني كانت له قيمة شرائية جيدة فالإمام هذا الموجود عنده أعطاها كل ما عنده إلى هذا وأيضا ذكر هذه الأبيات التي ذكرت خذها فإني إليك معتذر معتذر أنا عادة أنه اللي ما يعطي هو اللي يعتذر أما أنه تعطي وتعتذر على قلة العطاء مع العلم ما كان العطاء يعني قليل يعني اعطى كل ما عنده. خذها فاني اليك معتذر واني عليك ذو شفقه. لو كان في سيرنا الغداة عصا امست عليك امست سمانا عليك مندفقه. لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليله النفقه. يعني الامام كانه يعتذر من هذا. لاحظوا معنا كما يعني اشرتم انه عاده المعطي ربما يرى نفسه متفضلا ربما يرى نفسه شيء من الزهو ربما بعض الناس لما يعطي ولو كان مال يسير يرى نفسه قد تفضل على الاخذ في حين ان الامام عليه السلام هو يعطي ويعتذر من المعطى له ومن السائل عفوا فضيله الشيخ هذه الجوانب مهمه جدا من حياه الامام الحسين بل حياه جميع اهل البيت قد البعض لما يذكر الإمام الحسين يذكر واقعة الطف وما جرى ما بعد واقعة الطف لكن الإمام الحسين عاصر أبيه جدة وأمة وأبيه وأخيه قرابة أكثر من عشر سنوات بعد أخيه هو إمام للمسلمين وهذه كانت أحد القصص الجميلة اللطيفة التي يجب أن نتعلم منها فلطيف جدا أن نستذكر جوانب من حياة الإمام الحسين ما قبل استشهاده السؤال انه لماذا اصبحت كل القضايا ما بعد الامام الحسين مرتبطه بالامام الحسين حتى قضيه الامام الحجه عليه السلام كما في الروايات انه بعد ظهوره سلام الله عليه يطلب ثار الامام الحسين وينادي يا لثارات الحسين ما السر ما بين انه الائمه كلهم باكملهم قضاياهم مرتبطه اصبحت بقضيه الامام الحسين لعل هذا سؤال ايضا عميق جدا ويحتاج الى مقدمات لكن نحاول ان نختصر باختصار ان إرادة الله سبحانه وتعالى إقامة الدولة النموذجية والعدل الإلهي في الأرض من آدم إلى آخر الدنيا لكن هذه الإرادة ربما لا يمكن تحققها لاسباب عديده من جهه انه وعي الناس ابليس النزاعات كثير من الامور وايضا يعني حال البشريه في زمان يختلف عن الزمان الذي بعده ادراك تكامل العقول وما الى ذلك فقضيه الامام المهدي هو اقامه الدوله العادله التي يريد الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق آدم قال ربك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في, في الأرض, الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد بها أو يسفك الدماء إلى آخره الآية المباركة فالله سبحانه وتعالى إذا جعل خليفة في الأرض إنه يريه العدل الإلهي الحكومة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لا 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 لا. الدولة بهذا المعنى الحديث فقضية الإمام المهدي كأنه هناك تمهيد من آدم إلى قيام الإمام وقيام دولة الإمام نستطيع أن نقول استكمال المهدي. مشروع السماء أحسنتم من ضمن من ساهم في تمهيد ظهور الإمام أنه الإمام الحسين أحد المساهمين في بيان أو في زرع روح مقارعة الظلم في نفوس الناس الثورة بوجه الظالم المجاهدة من أجل إحقاق الحق إيصال الحق كل واحد مهد بطريقته أحسنتم فالقضية أنه في قضية الإمام عليه السلام جهاد الإمام كان هناك صورة بارزة في جهاد الإمام بحيث أنه ظهرت من خلال تضحيات الإمام عليه السلام أن الدين هو أسمى أسمى ما يكون وكل شيء دون الدين ودون هو فداء له ما دام في سبيل الله فهو فداء كما في الخبر يا رب إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى فالإمام عليه السلام كأنه بمشروعه وبثورته أحد الممهدين لقضية الإمام عليه السلام كأنه أصبح في الأمة خمول ولا بد من صعق هذه الأمة فكانت الصعقة بدمه لذلك ثورة الإمام عليه السلام تلتها عدة ثورات ربما من يعني من وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى قيام الإمام عليه السلام لم يكن هناك يعني حركات ظاهرة، ربما قد تكون هناك حركات لكنها ربما اختفت في ساعتها أو قد تكون هناك عدة عوامل لم ساهمت في إفشال تلك الحركات، لكن ثورة الإمام عدة جوانب الإخلاص الإقدام الإصرار إلى آخره من العالم ليس موضوعنا حتى نتكلم فيه لكن كما قلنا أنه قضية الإمام عليه السلام كأنه إحدى الوسائل التي تمهد لظهور الإمام عليه السلام. السلام فضيلة الشيخ نحتاج كأنه وصلنا إلى نهاية الحلقة نحتاج كلمة أخيرة لطيفة عن هذه الذكرى المباركة تربطها مع الإمام المهدي السلام الله عليه عليه السلام حقيقة انا ربما نصيحة للموالين على الاقل ان كان المسلمين لا بأس لكن انه تذكير العائلة تذكير الاولاد العائلة بولادات اهل البيت عليهم السلام ووفياتهم في نفس الوقت يعني مثلا مثلا ربما في وقت الوفاة او الاستشهاد المعصوم مثلا سواد في البيت ولو انه مجلس حتى لو بالتلفزيون او بالموبايل او باي بحيث انه تذكير هذه الذكرى أحسن محفوره في أحسن قلب الانسان يعني فالشيء ذكر اذا ممكن مجلس حسيني قارئ او نساء لا باس انه المهم ذكر ذكر الامام عليه السلام بجانب الوفيات في الولادات لا باس ان يعني الناس ربما في الولايات اكثر يعني استجابه لا بأس فارح وبهجة احسنتم سرور. فد شيء من الف كما يعني انه يسوون عيد ميلاد كيك و... وبعض الامور الشموع وغير وغير وغيره الى اخره لا باس انه فد شيء ايضا اضافه لهذا فد شيء معين مثلا انه تشجيع الاولاد انه اذا واحد من الاولاد حفظ مثلا كذا بيت في مدح الامام انه اعطيه هديه. حديث لأ... كانه عن الامام ايضا. تجي احسنت وايضا ذكر مثلا أحسن. انه مثل ما ايام العيد انه الاولاد يعطونهم يحت... هدايا انه عيديه مثلا لا باس انه احنا نعلم اولادنا كلها تعلق ب... بذكر الولاده بالإمام. بحيث انه الاولاد يتذكر الولاده أحسن. انه أحسن. راح تجي ولاده الامام بابا يعطيني هديه يعطيني كذا يعطيني كذا بحيث انه هذه الذكرى تبقى في نفس الاولاد الى ان يكبرون، يعني فالشيء انه نذكر اولادنا بالمعصومين بطريقه يفهمها الاولاد، يعني اذا اتكلم قد اتكلم يذكرها يوم يومين اسبوع ممكن ينسى، لكن لما ما شيء مادي ملموس ويفرح فيه الطفل فد هديه اي اي شيء ولو كانت هديه بسيطه على قدر امكان الشخص وسعته يذكر أولاده يذكر عائلته ببعض الأمور حتى أن هذه الأمور تبقى أنه تبقى أيضا وأيضا البركة إن شاء, إن شاء الله تحصل أحسنتم شكرا جزيلا شيخنا وشكرا لمشاهدينا الكرام مرة أخرى يعني شيخنا العزيز كان كلامكم لطيف جدا عن هذه الذكرى البهيجة ذكرى مولد الإمام الحسين سلام الله عليه أسعد الله أيامكم مرة أخرى وأسعد الله مؤمنين. أيام مشاهدينا الكرام أدام الله أجواء البهجة على قلوبكم بذكرى مواليد الأقمار سلام الله عليهم أجمعين في هذا الشهر المبارك شهر شعبان شكرا جزيلا لكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته